الله وين رجعت؟ لحد الان اتذكر هاي الموسيقى بالشاشة. يا اهلا وسهلا فراس. اهلا بيك. واهلا اكيد بعازف العود ضيوفنا صادق جعفر. ارشد كاظم. ارشد يا اهلا وسهلا. سودي من الهند. يو ار موست ويلكم. اهلا بيك واهلا بالمشاهدين وجمهورنا الاحبه اللي عودناهم دائما انه نشوفهم اشياء جديده. اليوم عندنا ضيف مهم جدا
ومن أقول مهم جدا فعلا مهم كونه هو من سلالة مدرسة بغداد للعود اللي ابتكرها الراحل شريف محي الدين حيدر وطلبته جميل بشير ومنير بشير وروحي عفوا وغانم حداد طبعا بعدهم سالم عبد الكريم وعلي الإمام وثم المبدع نصير شمة وغيرهم طبعا من الشباب. أتى الآن صادق جعفر فعلا ليحل محل جميل بشير فعلا يعني أقولها وبإخلاص شرفتنا اليوم صادق. وأخيرا يعني نقول وأخيرا لأنه خلينا نقولها أنه هو أبدا الفنان صادق ما يحب أبدا الظهور في الإعلام هو يعني يدع موسيقى تتحدث عن أكثر فاليوم هو من إجي هنا وعلى الهواء لا يعني هاي فإنجاز يعني فعلا أقول يعني صادق صار لي أكثر من سنة أقول له خلينا نشتغل أنا عنده تخوف هو عنده تخوف من الكاميرا يحب يعزف يعني في كثير هيك ناس بس اني اليوم راح احرجه وراح احكي حتى يتعرف الناس حتى يتعرفون الناس اكثر عليه الان بالفيسبوك بس نزلت ضيفي صادق ارتفعت اللايكات والكومنتس لانه عنده معجبين وهو مثل ما شوفنا صديقنا وحبيبنا فراس سراي بالمقدمات انه كان ضيفي مهم في مهرجان شارقة الموسيقى العالمية وحفلته كانت ناجحة بشكل انا قرأت بالصحافة ما كتب عن حفلته فكان بالفعل شيء مفرح فعلا لكن ما قدرت تحضر الحفلة لا هذه كلمة حق تقال لا بالعكس يعني صادق مبدع في اخلاقه مبدع في عزفه طبعا ايضا نتواصل مع اخونا والفنان المبدع ارشد اللي لي الشرف ايضا هسه الان دا اتعامل وياه في مشروعنا الجديد الموسيقي ارشد من الموزعين المهمين ايضا في العراق وهو مقيم في الامارات وعازف بيانو باهر جدا وإلى أعمال أيضاً أنا اختاريته أيضاً يشاركني بالعمل كونه هو مميز بعزفه بصراحة أقول لك وفي توزيعه أيضاً وتنفيذه للأغاني أيضاً عنده لمسات حلوة وغربية ويربط بين الشرق والغرب لذلك اليوم طبعاً هذه التكوينة أنا اقترحتها على صادق في المهرجان حبيت انه اقدم صادق بشكل جديد في المهرجان قلت له راح ادخل وياك موسيقى هنديه قال لي شلون ايش راح نسوي هو بطبيعه قلب جدا لا وين فدخلت الايقاع اليوم هو اقترح قال لي خلينا نجيب عازف ايقاع قلت له عجبتك الشغله زين سولف شويه خلينا نسمع طيب لا خليني اخذ نفس نشوف مقاطع من حفلك مهرجان الشارقه الموسيقى العالميه وبعدين تمام Thank you.
يلا زين. اليوم انت جايب اوادفني. اول شيء حدثنا بشكل بسيط نقول حتى ما نقل بالكلام تاثيرك انت. طبعا اكيد يعني انا من دا اشوف تاثيرك بجميل بشير بشكل واضح باسلوبك. هل اخذت هذا الشيء اكتسبته من استاذك ام انت خلقت لك هذا الاجواء؟ والله شوف يا بالبدايات تأثرت بالأستاذ المرحوم جميل بشير، يعني طريقته هو لون خاص ومميز يعني بالمدرسة العراقية نقدر نقول. وكذلك الأستاذ المرحوم منير بشير، بس كل واحد خط ولون يعني. بس أنا الأقرب يعني حسيت أكثر طريقة المرحوم جميل بشير. منو أنت على يد منو درست العود؟ أنا درست على يد أستاذي الحاج معتز محمد صالح في معهد فنون جميلة. فنون جميلة خرجت من المعهد بعدين انتقلت أكاديمية فنون جميلة. بالأكاديمية بعد نفس الشيء أستاذ معتز هو كان موجود أشرف على تدريسي. لكن كتأثير فعلي أنت ريشتك أدائك بالأسلوبك بالأداء كثير أحسن بجميل بشير كثير يعني متأثر أنت بجميل. هاي لا أرادي زين أين صادق في العود؟ يعني هو تأثر بس أنا أشوف أو قصدي تسمع السيدي حتى بالحفل اللي قدمته يعني أكو روح من المرحوم جميل بشير بس طريقة التقسيم حتى طريقة التأليف مختلفة نهائيا. مختلفة. زين قبل لا نتحدث عن العوادة، هذا العود يشبه تماما عود جميل بشير اللي مصور فيه. بالضبط هو هذا اللي إذا شايف باليوتيوب مقطع شلالات هو نفس العود نفس الصانع. نفس الصانع. الله. وحتى يعني أنت رحت على الصانع وقلت له أريد عود مثل عود جميل بشير. لا والله هاي شوفي هذا العود وهذا العود يعني لازم بقصة لازم أقولها. أي نعم. يعني عند صديقي بالكويت عازف عود اسمه فرحان. نعم. فقبل الكونسرت بأسبوع صارت عندي مشكلة بالعود. نعم. فبالتليفون قال لي شو، قلت له عندي كونسرت بمهرجان الموسيقى شارقة الموسيقى العالمية وعودي خرب. كان يقول خلص ثاني يوم يمك عودين. بعثت العودين هدية، هذا العود وهذا العود. هدية. الناس تحبه ومآمنة بأعماله لذلك. فأشكره جدا يعني. وهذا العود حتى طريقة دوزان طريقة دوزان المرحوم جميل بشير. يعني العود مو طريقة مو الدوزان العادي. بالضبط يعني بالضبط. شنو الدوزنة أنت بهذا العود؟ يعني هو العود العادي العراقي. من الفا إلى الفا. من الفا إلى الفا. هذا من الصول للصول، يعني هذا بدل الفا صول. مرفوع أكثر. مرفوع تون. مرفوع تون. نفس جو عود المرحوم جميل بشير. زين قبل ما ننتقل إلى عود منير بشير نريد نسمع أسلوبك الخاص كصادق جعفر بعود جميل بشير. هذا عود جميل هذا بيعزف بي من روح جميل بشير. من روح طيب. جميل بشير هو يأخذك العود ما مو زين ايش راح تعزف لنا؟ اريد مقام عراقي. اوكي اذهب اي مقام اورفا سمك الاورفا Thank you.
جميل بشير فيك ما مات الحمد لله. طب بتحدث انه انت صار لك فتره طويله بتعزف في رصيدك سي دي واحد او البوم واحد. في كثير مقطوعات 15 مقطوعه اللي هي من تاليفك، خلينا نحكي شوي عنها ونشوف انه اذا في حال الناس عجبهم انه يشتروه ليش لا. شنو عنوان السي دي؟ ليالي العود العربيه. ليالي واضح ليالي العود العربيه صادق جعفر. هو من طب هذا هل اول تجربه لك بالتاليف خلينا نقول؟ لا بالتاليف من التسعينات تقريبا بديت. بالتسعينات بس كان انتاج سيدي يعني تعرف ما هي كانت ثاني شركه انتاج ولا اي شيء. نعم فصارت فرصه انه اتفق مع شركه اي ام اي. طب هالخزين اللي جمعته من التسعين الى 2013 الى ان اصدر الالبوم مالتك، هو هذا خزينك صدر بهذا الالبوم ام تغيرت يعني على مر الأوقات اللي أنت فيها ومستواك العزفي مستواك الفكري ثقافتك بالموسيقى اختلفت إلى أن نفذت هذا العمل؟ شوف هو هذا العمل بالذات يعني تم تقدم شركة إنتاج يعني مو كل الأعمال هي اللي يعني أكو أعمال قدوها الشركة كتسويقيا يعني يعني كوميرشال تجاري بالضبط. نعم كوميرشال بس اكثر يعني من 10 اعمال تقريبا وانا حابب كان يعني اقدمها بالسي دي وعندي بعد اعمال ثانيه ما يعني 10 اعمال صادق طبعا المقطوعات الاخرى هي خلينا نقول كوميرشال التجاريه يعني هي من اعمالي موسيقى فاكيد يعني هم لهم رؤيتهم التجاريه. زين خلينا نسمع شيء الفانتازيا انت عاملها جميله. ايوه خليني اغير هذا عود منير بشير. منير بشير هذا كان في 2013 اي نعم. وهذا البوم تقريبا يعني خمس مرات اخذ توب 10 بالفيرجن. حلو المبيعات. حلو ممتاز سوي دعايه لنفسك. لا تستحق في نيتك انه يعني تصدر البوم ثاني في النية ان شاء الله قريب ان شاء الله والله. اوكي اكيد ما طول اني وراء اظل ادفع الى فعلا والله قدام يعني الجمهور الشرقيه يعني فراته مو قدامي والله يعني دعم بالمهرجان يعني مال اخ والله. انت تستاهل شوف اني مو انت قدام والله انت موهوب يعني واني بالضبط اني انجح مهرجاني بالناس الزينين يعني خلينا نكون واقعيين يعني اني اول ما افتتحت بنصير شمع نصير شمع السنه الثانيه انت فهذا شيء وكاظم ساهر يعني ولو نصير وكاظم هم اعلام لكن ناس مثل صادق ومثل بعض الاسامي تحتاج انه تبرز حتى يشوفوهم العراقيين وخاصه بشخص مثل صادق انه ما يحب الظهور في الاعلام ولا يحب يكون تحت الاضواء لانه الموسيقى ما اخذته وفي عالمه ولكن ضروري انه تروج لنفسك لا باس هذا ابدا مو عيب واذا وجود فرات وياك يعني فاكيد انت على الطريق الصحيح. الاجمل كل الفنانين اصدقائنا واني اوجه لهم التحيه كلهم وسام خصاف واستاذ حسن فالح واستاذ كلهم اجوا حضروا الحفله مالته هذا الشيء الجميل اللي فرحت به اني لما شفتهم كلهم دعموه وجوي وشافوا الحفله هذا فشيء يثبت انه فعلا الموسيقى بخير لا تزال بخير. زين طيب. راح ننتقل الى موضوع هندي هنا راح نشوف المشاهدين بالضبط انه الاساليب غير جميل بشير اللي ممكن يقدمها ملعون العود خلينا نقول. طيب يلا تفضل خلينا نشوف طازيان Thank you.
جميل جميل حلو جميل حلو بدا حلو شوف هسه بتعزف الهندي ودخلنا بغير اجواء وريشتك ايضا اريد بس هسه هذا العود الرائع مال منير بشير انا مسميهم عود منير وعود صح لانه فعلا هذا عود البيارق احنا نسميه عود منير بشير اريد جمله منك خليجيه لانه كثير الناس تسمعك كل الاعمال طبعا هو يعني كل الفنانين العرب هو مواكبهم بالاستوديو بالاستوديو بالتساجيل فانت اعطيتنا هسه شويه اسلوب شو اسمه شويه ريشه بس دق ولا هسه اريد اشوف اسلوب خليجي مثلا عجبتني الحركة الأخيرة ما البارحة جديدة لا البارحة يعني بصراحة هو المبدع نصير ابتكر هذه الفكرة لكن انتشرت هو الحلو أنا كنت أتناقش أنا وصادق
يعني مثلا جميل خلق له اسلوب، نصير بدون شك خلق له اسلوب ومدرسه طبعًا. مدرسه طبعًا. رائعه طبعًا. وصارت كثير ناس تقتدي به وصارت مدرسه له واسلوب. فسويناها قلت له ها هاشم هاي مال نصير. قال لي الا الشرف اتعلم من نصير. يعني قال فعلا يعني هذا الشيء خلوق وصديق و طبعا جميل يعني جدا. دائما ذكرى احنا بالخير. زين خلي نسمع الناس من هذا الالبوم شيء عجبك. اسطنبول، بغداد، كيفك فانتازيا، بغداد نقول بغداد سوينا سريعه قبل شوي عندك شيء. نعم صح اوكي ادى اعتراض المدير يدي يعرف شنو اسمه. اوكي بالاشارات احنا ترى يلا تفضل. لا 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 بعد لا لا اكيد اكيد زين حكيت يوم لا لا زين فعلا والله شوف شرفتنا يعني بالقوه واحد يجي للضحيه وما يقول بعدين قد عجبني الضوء والله جدا لا والله جدا سعيد والله المهم انت مرتاح جدا لان انت مرتاح اهم شيء ضيوفنا مرتاحين والله بدون لقاء جميل بدون كلافه بدون يعني كان ما في بيتك اي والله والله بالضبط وانت نورتنا وايضا ارشد يعني كان وجوده جدا مهم وشرفنا وايضا عازف الطبله الهنديه You most welcome. Thank you so much. شكرا لكم وما دام انه عجبه فاكيد نعاود اللقاء وان شاء الله اكيد نتحدث اشياء اخرى. بشكر اخوي فراس. منو فراس؟ واشكرك واشكر اخوي فرات حبيبي انا وسهلا شكرا لكم اليوم نورتونا واحلى شيء ان يكون الظهيره دائما اقول لختامها مسك مع غذاء روح ومع كل الموسيقى اللي تقدم كل اشكال الموسيقى وكل الاحاديث حلوه لان انا انصت اكثر ما اتكلم لان عجبني ايضا ان اتعلم. طيب اهلا بيج ضيفه في غلاء الروح. يلا شو نقول تقدم الظهيره ولا ضيفه؟ طيب اكيد راح نختم بشيء اكيد اكيد. اذا مشاهدينا شكرا جزيلا لمتابعتكم ان شاء الله التقيكم يوم الجمعه المقبل. تحياتنا تحياتنا كلكم مع السلامه. See my love.
شاهد. Thank you.